واحد من نجومنا المذهلين اللي عندهم موهبة مرعبة، وهو رجل يعني يخجل دائما من أي كلمات أو جمل فيها يشعر أن فيها مجاملة ولكن هي الحقيقة. طارق لطفي المتألق دائما، القادر على تكوين شخصيات ولو من العدم، فما بالك لما تبقى الشخصية مكتوبة حلو. وأنا كنت بقول لكم شخصية طارق لطفي في المسلسل جزيرة غمام، أنا أظنه يعني الشيطان يقول له يا بابا، وده انعكس يعكس موهبة مخيفة مخيفة. الفنان النجم الكبير الرائع أستاذ طارق لطفي، أهلا بيك، كل سنة وأنت طيب. أهلا أهلا، وحضرتك طيب وبخير زي حضرتك، وميرسي جدا جدا على يعني المقدمة دي، ربنا يعني كتر خيرك والله. صدقني تستاهل أنها يجي ألف مرة يعني. بس خليني هسألك على حضرتك، هو فعلا فلسفة الشخصية هو ده الشيطان؟ ممكن تفسره بأي شكل، هو الشر المطلق. فأنت ممكن تفسره، تقول شيطان، تقول يعني صهيونية مثلا، يعني في ناس فسرته بحاجات كثيرة جدا، بس هو الشر، هو رمز للشر، أي شر. ليه بحس انه عندك تألق مرعب لما بتجسد شخصية فيها هذا الكم من التفاعلات اللي بتؤدي الى ان احنا ناخد عنها انطباع الشر؟ لان للأسف معظم كتابنا بيكتبوا الشخصيات الطيبة احادية الجان. فانت تلاقيه طيب طول الوقت، مش بني ادم، وانت البني ادمين فيهم كل الجوانب، يغلب الشر فيبقى شرير، يغلب الخير فيبقى خير، ولكن بيبدعوا جدا في الشخصيات الشريرة. مين مسموح لي أنا كممثل إن أنا أحط من عندي كتير قوي في الشخصية دي، ومقبول جدا مني كممثل، والمتفرج كمان بيمضي لي إنه قابل مني حاجات كتير قوي على تقبل اللي أنا ممكن أعمله في الشخصية دي وظيفة. فبيبقى هنا المساحة أكبر شوية إنك تبقى تجرب وما تخافش ويتقبل منك حاجات، وتتحدى نفسك كمان في كل دور مختلف عن دور تاني يعني، وتتحدى نفسك انك تخرج عن كل الريفرنس اللي انت وانا وحضرتك والمشاهدين شفناها قبل كده. فالدور ده مساحة الادوار او مساحة التمثيل في الادوار اللي بالشكل ده مساحة واسعة قوي وممتعة قوي للممثل يعني، وتحدي كل مرة. صحيح، إيه اللي شدك في الشخصية دي أول ما تعرضت عليك؟ أنا تعرضت عليا المسلسل ده بطريقة غريبة جدا أستاذ يوسف. أنا كنت بعمل مسلسل تاني خالص في نفس الشركة، والأستاذ عبد الرحيم كان بيعمل مسلسل تاني في نفس الشركة، واتقابلنا بالصدفة هناك، لقيته بيقول أنا مش هعمل المسلسل اللي أنا بعمله ده، أنا عندي حدوتة. فسمعت الحدوتة فقلت لهم وأنا كمان مش هعمل المسلسل، أنا هعمل الحدوتة دي جزيرة غمام، وهعمل شخصية خلدون دي عجباني قوي. عبد الرحيم حكاه شاطر جدا أوي جدا أوي. فحكاها بـ 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 بمعلمة كده، وقال على طول شوية الحاجات اللي هو قاصد يوصلها من خلال المسلسل ده، فلقيتها كم رسائل ممتعة وهادفة جدا، ومناطق كده شائكة هتتحكي ببساطة، فنوصل كده لحاجات أغلبنا كان بيتمناها وأغلبنا بيطالب بيها وأغلبنا يعني عمل أكثر من عمل علشان نقدر نقول جزء من الرسائل، فلقيتها مجمعة كده في عمل واحد، فوافقت من غير ما أقرأ ولا كلمة، بس من حدوتة عبد الرحيم. حلو قوي. طيب صحح المذيع إن أردت، أرجوك تصححه أو تقول له صح أو غلط أو تفسر أنت بطريقتك. طارق لطفي نجم لم يستعجل النجومية على الإطلاق، ولكن أصبح والحمد لله ما شاء الله خمسة وخميسة في عينينا جميعا، قادر على صناعة النجومية في أي دور بيقوم بيه. ربنا يخلي حضرتك، دي شهادة عظيمة جدا يعني، خالص. أشكرك وما أقدرش أعلق عليها أكتر يعني، غير إن أنا يعني والله مستحسنها جدا إن حضرتك بتقول الكلام ده، ويا رب أبقى قد هذه الشهادة. أنا فعلا ما استعجلش النجومية، وأنا فعلا أحد أسباب يعني إن أنا أبقى سرفايف في الحياة دي هو الصبر.
يعني ان انا انجو من الحياه دي هو الصبر. ما عنديش مشكله خالص في الوقت خالص، صبور جدا وشايفه مفتاح مهم قوي. الاستعجال انا شايفه يعني اداه ضد اي حد. ففعلا انا صبور جدا وبستنى، وممكن اقعد في البيت سنه وممكن اتنين وممكن ثلاثه لغايه لما يجي لي حاجه ابقى انا حابب وانا رايح كل يوم اعملها. الناس ما تعرفش ان الشغلانه بتاعتنا دي شغلانه قاسيه جدا جدا، وان مثلا اخر ثلاث اسابيع احنا كنا بنشتغل فيهم كان معدل نوم اي حد فينا من ثلاث لاربع ساعات فقط والباقي شغل. فاذا ما كنتش نازل وانت حابب قوي، اذا ما كنتش مستحمل كل اللي بيحصل فيك ده وانت حابب قوي، مش هتقدر تستحمل الشغلانه دي خالص على الاطلاق يعني. فانا بقيت عايز انزل اعمل حاجه انا بحبها وخلاص، مش عايز انزل اشتغل يعني عشان انزل اشتغل، لا لازم ابقى حابب جدا. فالحمد لله ان انا كان اختياري صح. اخرني كتير جدا، وقناعتي دي اخرتني كتير، بس الحمد لله. يعني اما تيجي شهاده من حضرتك بالشكل ده ابقى انا خلاص يعني تمام، انا صح وعلى التراك المظبوط يعني. انا فين انا يعني خالص، انا اصغر بكتير من ان انا اقول شهاده في حق طارق لطفي كنجم عبقري يعني. انا اصغر من كده بكتير يعني حقيقي. بس يعني انت احد اعلامنا المهمين. ربنا يحفظك، ربنا يخليك، ربنا يخليك والله يوحد ربنا، ربنا يخليك. ما تقولش كده، ربنا يخليك. انا عارف انك وقتك دائما ما بيكون مشغول وبيتوزع ما بين الاقامه في مصر وخارج مصر، بس انا فعلا يهمني ويشرفني قوي ان احنا نتقابل لما وقتك يسمح. ده انا اتشرف، وانا بس لولا ان ولادي بيتعلموا بره انا عارف، وبقالي اربع شهور ما شفتهمش، فده اللي خلاني اجري فورا اروح لهم. لكن يعني انا نازل قريب خالص على وعد من حضرتك، يعني مش وعد مني، وعد من حضرتك ان احنا نلتقي. ده انا اتشرف، واكيد هيبقى حاجه ممتعه جدا 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 ان انا يعني اتحاور مع حضرتك. يا بختي، واحدة من امنياتي. انا عايز اشكرك واهنيك واشكرك جدا، مش بس على المكالمة، اشكرك جدا على دور عظيم ورائع كما جرت العادة. جزيرة غمام بالمناسبة مسلسل فرض نفسه، يعني بطبيعة الحال الناس بتيجي في اول رمضان هتذهب الى، خلاص احنا بقينا عارفين ان احنا اصبح في عندنا علامة رمضانية هي ملحمية اسمها الاختيار، فاحنا بقينا بننتظر الاختيار وبعدين اكيد احنا بقى مستنيين مثلا حاجة كده تبقى لطيفة وظريفة وتضحكنا ومش عارف ايه وكلام من ده. جه بعد كده لقينا ان فاتن امل حربي باعتباره قضية مجتمعية شديدة الاهمية فرض نفسه من الحلقة الاولى التانية. جزيرة غمام بقى عامل زي الطبخة اللي بتستوي على نار هادية حقيقي، وعبد الرحيم كمال كما جرت العادة ختم الجودة، وبعدين تشوف أبطال المسلسل كلهم أختام جودة، فيبدأوا يفرضوا نفسهم على لستة المشاهدة بشكل مذهل مذهل، ويبدأ يفرض المسلسل نفسه على أقلام النقاد، سواء إذا كانوا النقاد المحترفين من كتابنا الكبار أو النقاد اللي هم المشاهدين لما بيكتبوا على صفحات التواصل الاجتماعي. جزيرة غمام طلع حتة مسلسل من الآخر. أمنية من أمنياتي إن أنا أقابل نجم طارق لطفي، أتمنى إن هذه الأمنية تتحقق. ربنا يدينا ويديلكم طول العمر.